تحت أنظار الناخب فايد أليلوزيتش ومحي الدين خالف وبحضور جماهيري كبير، دخلت شبيبة القبائل رفقة شباب عين الفكون أرضية ملعب أول نوفمبر لتنشيط نصف النهائي الأول من كأس الجمهورية. المباراة في وقت الأصل لم تأتي بالجديد، ففي المرحلة الأولى لم نسجل لقطات سانحة للتسجيل ما عدا رأسية بن شريفة التي مرت فوق العارضة الأفقية لمرمى بولطيف. الشوط الثاني وقبل أن يرمي أيجود بأوراقه حاول أنصار الكناري مساندة الفريق حتى يجد رفقاء مكاوي ظلتهم إلى الشباك، لكن التمركز الجيد للسلاح في الدفاع أفشل محاولة بالعمري وعواج وغيرها. ولأن مباريات الكأس لا تنتهي بالتعادل أخذ الحكم عبيد شارف الفريقين إلى الوقت الإضافي، وهناك حسم الأمر قبل ركلة الترجيح. ضربة ثابتة من بعد حوالي 25 مترا علي ريال يقذف ويضع الكرة في مرمى بولطيف مطلقا للعنان الأنصار. أشبال المدرب عباس المتأخرون بهدف دون رد رموا بثقلهم في الهجوم وعن طريق رأسية الدير علي يعدلون النتيجة لتبعث المباراة من جديد. وقبل نهاية 120 دقيقة المهاجم إيبوسي يفعلها ويضيف الثاني لكناري مانحا للشبيبة القبائلية فرصة تنشيط النهائي. Le plus important c'était de se qualifier ce soir vu le public qui nous a poussé aujourd'hui. Texaha. لعبنا بون ماتش On a égalisé يعني في الدوزيام بيريود يعني والحمد لله يا ربي مي لعبنا مباراة كبيرة وبصحتهم جياس كان مبروك عليهم. الشلف صيف مولودية العاصمة خفنا على صراحة يعني بدنيا كنت متخوف شوية. احنا كنا حابين نفرحوا الشعب ونفرحوا ذلك باش ندخلوا في الصباح. ما له لازم كما قلت لك في 120 دقيقة غادي نرمي كما قلت لك هذا هو الفوتبول. الحمد لله الحمد لله ليسونسيال فزنا. الجمهور أو فرحان. وبهذا التأهل تكون شبيبة القبائل في انتظار المنافس لها من مباراة شبيبة شرقة ومولودية الجزائر من أجل البحث عن الكأس الخامسة في تاريخها.